السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثكم اليوم عن أحد التخصصات التي تمت إضافتها حديثا للمستشفى، وهي وحدة رعاية المرضى طويلة الأجل. هناك فئات عديدة من المرضى يحتاجون إلى هذه النوعية من الخدمات الصحية، مثلا أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وخاصة الذين يحتاجون للتنفس الصناعي، أمراض العضلات والأعصاب ومشاكل الحركة، أمراض التغذية، المرضى الذين يعانون من تقرحات جلدية مزمنة. في ميدي كلينيك فرع العين هذه النوعية من المرضى لا يحتاجون إلى تحويلهم لأي مستشفى آخر في حالة لا سمح الله تأزمت الحالة الصحية، لأن المستشفى يضم كل التخصصات الطبية من وحدة الطوارئ إلى قسم الأشعة والمختبرات، بالإضافة إلى وحدة العناية الفائقة. مستشفى ميدي كلينيك فرع العين فيه كل التخصصات الطبية التي ممكن أن يحتاج إليها أي مريض مهما كانت احتياجاته الصحية.